السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيواتكم سليمان. ان شاء الله يا ربي اليوم غنعملو خبيزات الشاورما. نتمنى تعجبكم بطريقتي. الطريقه كيعرفها اي واحد وكل واحد كيف كتنجح معاه. انا بيدي اول مره ملي كنت كنعملها ما كانتش كتنجح معايا مزيان، ودابا كتجي غزي ولا ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ويا رب يا رب تكونوا بالصحة والعافية إن شاء الله، والمسلمين في مكان يكونوا بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي، ويشفينا ربي ويعافينا ربي ويخلينا دايما منورين على وجه الأرض إن شاء الله. بإذن واحد الأحد يحن علينا ويعفو علينا ويزول علينا هذا الوباء ونرجعوا كيف ما كنا إن شاء الله يا ربي. في هذه العواشر نطلبوا كاملين وربي يغفر لنا ويسمح علينا ويردنا الطريق ديالنا ان شاء الله يا ربي، ونكونوا يد في يد يا رب تعفو علينا وتسمح علينا ان شاء الله يا ربي. ونتمنىكم تكونوا جالسين في الدويرات ديالكم مصوانين مغمونين مزيانين زعما، وما نخرجوشي. احنا بحالنا بحالكم، حنا في الدويرات ديالنا، حنا كنقربشو معاكم ونلهيو الوقت حتى يحن علينا الله تعالى وسبحانه. ونبيسيتو حبيبي، وهذا الفيديو ان شاء الله الى عجبكم جيم ما تنساوني شي حبايبي وشاركوا معايا وضربوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما كيوصلوا بشي الحاجات ديالي، وانا كنبقى مشلوطه عيت ما نعاود لكم. رانا نهار كنطلع ونهار لا، وهاد الايام الجايبه كل نهار كنطلع، وبزاف ديال الحاجات كنعمل والناس كيعيطوا لي وعندهم وكيخليوا لي كومونتير كيقولوا لي فينك ما بقاش كيوصلنا الجديد ديالك. واخوتي الله اعلم تقدروا تمسحوا وترجعوا من جديد تعاودوا ونشوفوا على الله، وعسى يوصل لكم شي حاجه. وشكرا بزاف على المتابعه، وشكرا بزاف حبايبي وجزاكم الله. وبسم الله نمشيو للمقادير. عندي هنايا اربعه الكيسان العلبه كبار ديال الطحين ابيض الفرس يكون مغربل. عندي هنايا كوتشر السكر. عندي هنايا جوج زيت بلديه كنعمل حيت هادي في العجينه. عندي هنايا مغرفه كبيره عاود ديال الخميره عاديه ديال الخبيزه، والملح على حساب، والميهات على حساب هما فينوما. فاش ما وصلت العجينه ديالها سهله وخفيفه، وكيجيو الخبيزه تغزيولين تعمروهم باش ما بغيتو باردين سخونين اللي بغيتو. نتمنى يا ربي يعجبكم. وبسم الله نمشي بطريقه التحضير حبايبي. بسم الله. عندي هنايا الطحين ديالي الاول ان شاء الله يا ربي، كنضيف عليه الخميره ونضيف عليه المليحه. العجينه سهله بحال عجينه كاملين ديال الخبيزات، تقريبا كلشي فحال فحال. العجنه ديالها كنخليوها مثلا ماشي بحال خبيزه، ما خفيفه ما ثقيله. المليحه غنخليوها هي الاخرانيه. دابا عندي فات شويه الزيت ونبداو نلمو العجينه ديالنا بالمويه. المويه تكون دافيه، ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده على الخميره ديالنا. نخلطوا هادو شويه هيدا مع بعضياتهم. ودابا نضيفوا المليحه ديالنا ونزيدوا نكبوا المويه الماء تدريجيا باش ما تجيكم لا خفيفه لا ثقيله. نتوما طلعوا العجينه تحت يدكم كيف ما بغيت، وانا عن العجنه ونوريها لكم ان شاء الله. ها هي حبايبي الخبيزه ديالي، حيت غير شويه عجنته بيدي. ها هي، ها ماشي غير الماكينه كتعملو مزيون، حتى يدنا مثلا كتزول علينا التمره الصراحه، كتزول علينا التمره. وهذه غير اربعه الكيسان ديال الطحين عجنتها بيدي. ها هي، ودابا غنخليها تخمر، وملي تخمر ان شاء الله يا ربي نوريها لكم. نبداو نطبقوهم ان شاء الله بحول الله. حبيبي من بعد ما رتحت لي الخبيزه ديالي ها هي خمرت وخرجتها ودخلت فيها شويه ديال الهواء، خرجت منها شويه ديال الهواء. ها هي فينيا. ودابا نطول نقسم هيدا على جوج بعد باش ما تجيني شي بسله في التطويل.
ودابا كل واحد كيعمل لي قد اللي بغا، بغيتوها صغيرة شوية عملوها صغيرة، بغيتوها كبيرة كبيرة. وهاد العجينة حدا أيمن خصنا نعملو يدنا في الطحن حيت كتلصق شي شوية. إيوا بغيت زعما القطاعة، هاو حبيبي القطاعة ديالي. القسيم أنا الصراحة ما كانو زنشي، كل واحد يعمل لي على حسب اللي رشقت له هو. دايما الطحين باش ما نحاولوا نجمعوها شويه شايده وخليوها ترتاح واحد 10 دقائق هيداك، ولا 6 دقائق، ولا 7 دقائق بحال هيدا. وندخلوا لها كل شيء هيدا باش يجي لوجيوي مزيون والتكميج ديالها من تحت بحال كل شيء. دابا نزلها، عندي واحد السيتي انا غنزل نعملو بعدا نيتك معاكم. هادو هيدا كنسبك لها الجيوي ديالو صافي. هاهي اخرى، وغادي نمشي معاهم كاملين هيدا ونخليهم يرتحوا، حتى يرتحوا واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق، ونجي نطلقو ونوريهم لكم ان شاء الله يا ربي. حبيبي ها هي من بعد ما رتحت لي العجينه ديالي وزادت طلعت فيها عاود الخميره شويه، دابا ان شاء الله غادي نبدا نطلقه. عندي واحد المقله هنايا ثقيله حق قديمه، ولكن تقيق لها مزيونه الصراحه، تقيق لها عندي، وفيها غادي نعمل ان شاء الله. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وبسم الله نمشيو نطلقوا العجينه ديالنا ونعمل الخبيزه ديالنا. حبيبي ها الخبيزه ديالي، ها انتما كتشوفوها امامكم كيف كتطلع ما شاء الله، ها انتما كتشوفوها كيف كتطلع ما شاء الله. ها انتما، نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ودابا انا غنوريكم وحده اخرى ان شاء الله يا ربي. ها هي كيف كتطلع، كتجي غزاله منفوشه، هانتوما كتشوفوها. نتمنى يا ربي تعجبكم تكون عند حسن الظن ديالكم، وانا غنوريكم اخرى ان شاء الله. حبيبي انا وريتكم هذيك كطيب، دابا غادي نوريكم كنطلقها باش نكمل الشغيول ديالي. ملي تجيو تعملوها في المقلة، ديك الطحين اللي كيكون هيدا فوق منها حيت باش كتبغيش تطلق لنا كتلصق في المطلق، تمسحوه عاد تعملوها في المقلة. هانتوما غنوريكم، ماشي غنوريكم، العفو تبارك الله، احنا كلشي كيعرفو الخبيزة د الشاورما سهلة، كيجي لي ما كيعرفهاش. انا الصراحه عمري ما نزلت معاكم ودابا نزلت واحد الشكل اخر هذه لا. ودابا ان شاء الله يا ربي تعجبكم، سهله وخفيفه انتما كتشوفوها، ما كنعملهاش كبيره بزاف حق هذاك الشيء، كيبقى على حسب الذوق ديال الانسان. وعملوها رقيقه داياش، ما كتبقاش معجنه من داخل ولا شي حاجه، هي ما كتجيش معجنه الصراحه، ولكن الا طلقتوها مع وطن ما تجيكمش معجنه لا حتى شي حاجه، على قبل الا طلقنا هنا رقيق وهنا غليظ ما كتبقاش مزيانه الصراحه، ما كتجيش مزيانه. هيداك ما كطيبش مع وطه الحق. دابا هذه هيدا ها انتما كتشوفوا كنقلع معاها حتى كنطلقها مع وطه، كنخليها ترتاح ونمشي نعمل اخرى في المقله ان شاء الله تشوفوها. حبيبي هاي اللي كنقول لكم، كنزول منها الطحين كنفطها شويه هكدا وكنعملها في المقله ديالي صافي، ما كنضربش عليها بزاف العافيه. كانت عندي محنيه على قبل ملي كنت كنطلق اخرى، ما خصنيش تبقى لي بزاف. انا ملي كنعمل لهم الخميره الثانيه ما كنخليهمش يخمروا بزاف، غير يرتحوا مزيان. ملي كيرتحوا ديك الساعه كنبقى نعمل وحده مور وحده، ولكن اللي قال هذاك بالهداوه
ما كنخليهمش بزاف، ما كنقررش بزاف ونخليهم عاد كنبقى نعمل. لا كنبقى نعمل هيدا جوج ثلاثه كيرتحوا وانا كنعدل، وكل واحد وطريقته في التعديل. ما نقدروا نقولوا حتى الواحد شي حاجه، داكشي هانتوما عاد تشوفوا عاد تبدا تطلع ما شاء الله. هيا عاد تبدا تطلع، ها هي امامكم ما شاء الله. كتطلع كتنفخ غزاله وكتجي كتحمق هشيشه ومزيونه بالحق. ملي كنكونوا كنطيبوها ما قلت لكم شي، كنعملوا الطبسيل والدريره عليه، وكنعملوا البلاستيكه البولصه كنخشيوها فيها باش كتجينا مزيونه. وهانتوما كتشوفوها حبايبي امامكم كيفاش طلعت ما شاء الله. دابا نقلبوها ونقلبوها، خصنا منين نجيو نقلبوها نقلبوها بالهداوه. هانتوما كتشوفوها، نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وانا غنزيد معاهم حتى نكمل هذا الشيء هذا كامل ونرجع معكم ان شاء الله. اخر حبيبي ها هي، انا هنوري لكم كل شيء ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا هانتوما حبيبي، وحده اخرى هانتوما كتشوفوا ها شوف كيف ما شاء الله كيف كتنفخ. ها هي ما شاء شتو حبيبي، ها هي ما شاء كامله ان شاء الله كامله. خصكم ما تحاديوهاش بزاف، الا مشات عيبه واحد تقيبه تقبت ما كتنفخش سبحان الله العظيم، ما كتجيش عيبه بالحق ما كتنفخش. بحال هيدا ملي كتنفخ كيتفرق العجين من بعطيته كتجي مزيونه تعمره، ولو تخليها هيدا كنيت صحيحه وتعمل فيها شي حاجه، ولكن هيدا كتجي منفوشه اكثر واكثر. ونتمنى على ربي تعجبكم. هانتوما كتشوفوا دابا عاد خصنا نقلبوها بشويه. هاي اللي شفتوا العافيه شويه طالعه بدات تحرق ولا شي حاجه نقصوا منها. انتم كتشوفوا كيف كتسبوطر في المقله، وإلا تكيت عليها غير شويه تهبط لتحت. نتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. حبايبي في حديقتكم كتكون عندي في الطبسيل ها هي، وكنخشي هذه البرصه هذه، واللي كنعملها كنعمل عليها وكنعملها هكذا باش حيت نتوما كتعرفوا الخوزة دي الشاورما كتكون قاصحة شويش بالحق باش ما تقصح لكم شي دغيا. هيدا خصنا نعملو لها، كنعملو لها واحد الخرقة الكوزينة كما كانت تكون قيقية طبعا، وكنغطيوها بها باش ديك الماء ما كي العرق البلاستيك ما كيضرش لنا العجين، وكنعملو هادي ونعملو لها هيدا ونخليوها سخيخنا حتى كنجيو نفتحوه. انا ساليتهم كاملين، ها هما الخبيزات ديالي ها هما، شوفوا ما شاء الله انا نوري لكم. شوفوا كتشوفوا ما شاء الله كتجي مفرقه داكشي رفيعه انتم كتشوفوها امامكم. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ها هما الخبيزات ديالي دابا ان شاء الله تعملوا فيهم اللي بغيتوا، هانتوما تعملوا فيهم اللي بغيتو، تعدلوا على الدار ديالكم حسن ما نشريوها الصراحه. ودابا غنمشي نعمل بلاطه التقديم ونوريها لكم شنو نعمل لها انا ان شاء الله. ما نعمل لها شي حاجه بالعالم اخر، ولكن نخليها مغطيه هكدا ونوري لكم في بلاطه التقديم ان شاء الله. حبايبي ها الخبيزه ديالي ها هي امامكم، هانتوما كتشوفوها امامكم ها هي. هاهي فينيا جربوها، عملت واحد شويه هيدا معمر عندي بالجبينه والتون ومطيشه والصحصر ومايونيسه، عملت واحد الخبيزه هيدا باش ماشي زعما التعمير ماشي ضروري هذا التعمير هذا، غير عملت اللي بغيت انا وصافي. عمروه باش ما بغيتو باش ما قاتكم الكانه ديالكم تعمرو تقدروا تعمرو.
نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عاد حسن الظن ديالكم. الفائده في الخبيزه، الخبيزه كما بغيتوها تعمروها تعمروها هي وخليوها ملويه في الدريره بالبلاستيكه باش كتبقى، حيت هذه الخبيزه هذه انتم كتعرفوا اللي كيعرف خبز الشاورما كتيبس دغيا، ضروري خصنا نخليوها هايده مغطيه وفي البلاستيكه، ماشي الدريره ديالها عاد البلاستيكه باش تبقى لنا مزيونه. بغيتو تعملوها في الكونخيلادور عاود عملوها في ديك البلاستيك ديال الكونخيلادور، عملوا جوج ولا ثلاثه في الوحده وشدوا عليها وعملوها في الكونخيلادور، ملي تجيو تخرجوها خليوها حتى تذوب، سخنوها في الميكرونداس ماشي في الفران، في الميكرونداس كترطب، سخنوها غير شويه كترطب كتولي غزاله. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وهذه كتعمر بميرميلادة بالجبينة بالملح باش ما بغيتو، باش ما قدكم القانا كتعمر تعمروها داكشي كيبقى لكم. انا عملت واحدة قسمتها على اربعة، عملت لها عمرتها بمطيشة والتون شوية الصحتر شوية مايونيز فوق منها والجبن دلونشات وعملتها فوق منها وعملت لها هكذا. انا صايمة الله يقبل هكلة ولدي غير باش يشوفها حتى انا العشية ان شاء الله عاد نعمرهم انا ان شاء الله يا ربي. ونتمنى يا ربي تكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتعودوا عليها اسهل ما يمكن. قلت خصكم الحاجات سهلين ونعدل لكم الحاجات اقتصاديين وما كاينش اقتصاد اكثر من هيدا. والتعمير دبر راسكم عمرو باش ما قدكم كانوا، واخا غير الجبينه والعسيله كيجيو كيحمقوا في الفطور ولا في الميريندا. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوها وتكتبوا لي وتعدلوهم وتسردوا لي، راه بزاف الناس كيصيفطوا لي التصويرات كيعجبني الحال ملي كيزدقوا لهم الحاجات ديالي. ونتمنى يا ربي نكون عند حسن ظنكم وعواشركم بركه، نتمنى يا ربي يحفظكم وين تجيكم ما يواليكم حتى شي خابات ان شاء الله يا ربي، وتكونوا بالصحه والعافيه نتوما وحبابكم وصحابكم وجيرانكم وحبابكم وشيركم معايا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم ودعمونا القدام. والله تعالى وتبارك يبارك فيكم وفي وليداتكم وفي العزيز عليكم كامل وفي المسلمين كاملين يا رب العالمين، ونكونوا كاملين يد وحده يا رب العالمين، والحقد يزول من القلوب ديالنا ونكونوا مزيانين ان شاء الله باذن واحد الاحد. وما نزيدش نبسل عليكم بسيتو حبيبي، ما تنساوش يجي ساندوني وشجعوني، ونتمنى الله تعالى وتبارك يسترنا في الدنيا قبل الاخره الدنيا الاولانيه يا رب العالمين. وشكرا حبايبي على المتابعه، شكرا للجداد القدام ان كل شيء، جزاكم الله ومبسيتو ودمتم في رعايه الله وحفظه، ونتسناو يا رب الحبيب قريب قريب يفرحنا ونخرجوا شويه ان شاء الله يا ربي. بسيتو حبايبي.